السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة خط حساب جوجل للهاتف هواوي بي 8 لايت 2017 إصدار أندرويد 7. بعد اختيار اللغة وتسجيل شبكة الواي فاي، في البداية بنحتاج ميموري ذاكرة تخزين خارجية، وبننقل عليها تطبيق كويك شورت كات، وبعدين بنحطها في جهاز هواوي مقفول. بنعمل إعادة تشغيل للجهاز علشان يوجهنا للصفحة الرئيسية للإعدادات اللي اخترنا منها اللغة. اتنين من صوابع الايد الواحدة هنحطها على الشاشة زي ما احنا شايفين في الفيديو، وهنضغط على الشاشة ضغطة مطولة. اول ما لغة الجهاز تتغير هيظهر لنا صفحة التوك باك، بنرسم حرف ال من اعلى لاسفل ليمين الشاشة، بتظهر لنا قائمة الاختيارات اللي موجودة قدامنا على شاشة الجهاز، بنختار منها توك باك سيتنج، بنضغط ضغطة، وبعدين بنضغط ضغطتين متتاليتين. عن طريق اتنين من صوابع ايدك بتحرك التاتش لحد ما توصل على اختيار اكسبلور بي تاتش، تضغط عليه ضغطة وبعدين ضغطتين، بتضغط على اوكي ضغطة وبعدين اتنين. دلوقتي التاتش هيتحرك معاك عادي بدون اي مشاكل. هتنزل تحت خالص، تدخل على هيلب، بنختار اول اختيار اباوت سويتش، بيدخلنا على الصفحة ديت وموجود فيها فيديو، بنشغل الفيديو. أول ما يظهر اسم الفيديو أعلى الفيديو بنضغط عليه، بيفتح لنا الفيديو على اليوتيوب، بنقفل الفيديو. أي فيديو موجود قدامنا على شاشة الجهاز بنضغط على الثلاث نقط اللي تحته وبنعمله شير، وبعدين نضغط على إيميل Other Enable، بنسجل حساب مايكروسوفت. لو ما عندناش حساب نقدر نخش على صفحة مايكروسوفت ونعمل إنشاء حساب جديد، وبعدين بنرجع للصفحة دي مرة تانية ونسجل دخول لنفس الحساب اللي عملناه من شوية. أسفل يسار الشاشة بنلاقي رمز الزائد أو البلس، بنضغط عليه ضغطة. أعلى يمين الكيبورد بيكون موجود رمز الموافقات، بنضغط عليه، بنختار الفايلز، بندخل على الاس دي أو الميموري، وبعدين بنروح لمكان التطبيق اللي على الميموري اللي هو كويك شورت كات، بنختار التطبيق بنضغط عليه مرة واحدة، وبعدين بنضغط على علامة الصح أعلى يمين الشاشة. في أول خانة في الصفحة ديت اللي هي مكتوب جنبها 2، بنكتب أي حروف وبعدها @gmail.com، وبعدين بنضغط على رمز الإرسال أعلى يمين الشاشة. أعلى يسار الشاشة بنلاقي تلات شروط فوق بعض، بنضغط عليهم، وبعدين بندخل على أوتو بوكس، بنلاقي الإيميل موجود قدامنا بندخل عليه. بنضغط على تطبيق كويك شورت كات انستال اوبن، بيفتح لنا تطبيق كويك شورت كات، بندور على ملف باسم هواوي هوم، بنضغط عليه ضغطة، بيفتح لنا قائمة متسلسلة زي ما احنا شايفين في الفيديو، بنختار أول رمز بعد الرمز الرئيسي، وبعدين بنضغط على تراي، بيفتح لنا سطح المكتب الخاص بالجهاز، بنضغط على سيتنج. بننزل تحت خالص، بندخل على اختيار Advanced Setting، بننزل تحت شوية وبعدين بنختار اختيار Backup Reset، وبعدين بنختار اختيار Reset All Setting، بنضغط على الاختيار مرة تانية وبعدين بنضغط عليه مرة تانية، بنستنى لحظات. بعد انتهاء الجهاز بنرجع خطوتين للخلف
وبعدين بنضغط على فيكتور داتا ريسيت، ريسيت فون، بنضغط على ريسيت فون مرة تانية. الجهاز بيعمل إعادة تشغيل وفي الغالب بيفضل على شعار هواوي من 5 لـ 8 دقايق. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنختار اللغة. وبنضغط التالي، تخطي، أوافق، أوافق، الموافقة على الكل، تخطي، التالي، الإعداد كجديد، تخطي، موافق، التالي، تخطي، بدء الاستخدام. تم تخطي حساب جوجل للهاتف بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اي استفسار، اي مشكلة، طرق التواصل اسفل الفيديو.